4 أهداف لواحد. المهاجم الكولومبي راديميل فالكاو منح الأسبقية لنادي الإمارة في الدقيقة الثالثة. وأضاف زميله البرازيلي جيمرسون ناسيمينتو الهدف الثاني في الدقيقة 25. وعاد فالكاو ليرفع الحصة إلى 3 أهداف بطريقة جميلة في الدقيقة 37. وقلص ديجون النتيجة في الدقيقة 43 عبر فيسلي سايد قبل أن يتألق فالكاو مجدداً بتوقيعه الهاتريك عند الدقيقة 51. في الجولة